نسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكارم للعارفين ضياء يشع بنور الهدى لزين العبادة والعابدين. صلاح الحلا لتغدو به حلية الصالحين. نسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكارم للعارفين. الرحمن الرحيم. هذا قسم آخر من دعاء مكارم الأخلاق للإمام السجاد علي بن الحسين صلوات الله وسلام. واكفني ما يشغلني الاهتمام به، واستعملني بما تسألني غدا عنه. اكفني، هناك أمور لا يقوم بها إلا شخص الإنسان في مجال الأحكام الشرعية. الواجبات العينية، الصلوات المفروضات، ما يمكن غيري يصلي عني وأنا حي، يصوم عني شهر رمضان وأنا حي. أما هناك أمور، واجبات أو غير واجبات، المقصود فيها تحقق هذا الأمر في الخارج. إذا كان هناك من يقوم بهذا الأمر عني، معناه كفى عني. إذا لم يكن أنا لازم أقوم به. الإمام صلوات الله عليه هنا يسأل الله تعالى في كلمتين دعائين جدا مهمين، ولعل جميعنا يوميا محل ابتلائه هذان الأمران. واكفني ما يشغلني الاهتمام به، يعني إلهي أنت تولى الاتيان بالأمور المطلوبة مني، ولكن مو كشخص معين. تحقق هذا الأمر في الخارج هو المطلوب. لاحظوا، هناك مثل ربما يوضح هذا الأمر. افرضوا شخص جاي من أقصى البلاد، من بلد نائي بعيد إلى الحوزة العلمية، يريد يدرس هنا سنوات برهة حتى يوفق للخدمة من خلال التعلم والتعليم. يصادف لأمر، وفرضوا مثلا في بلده أمه أبوه ابتلي بمرض، كتبوا إلى هذا الولد طالب العلم اللي يدرس هنا مثلا، كتبوا إليه أنه يحصل هذا الدواء
ويودي لهم. والأب أو الأم مريض أو مريضة ومرض خطير، لازم الدواء بسرعة يصل إليه أو إليها، هذا يحصل الدواء، يشتري الدواء. ولكن إذا يريد يأخذ الدواء يروح إلى بلده ويرجع ربما شهر شهرين، يأخذ منه يتأخر عن دراسته، عن طلب العلم، عن أعماله، باعتبار أنه أبوه أو أمه مسألة مهمة لازم يوصل الدواء لهم. ولكن مو ضروري إلا هو يكون الوسيلة. إذا يحصل واحد يأخذ الدواء يودي بسرعة يوصل إلهم يكفي، مو ضروري هو يودي الدواء، الضروري أن يصل الدواء سريعا. إذا ما يحصل أحد لازم هو يروح ويتأخر عن دراسته، ماكو شارع، شرعا ماكو شارع، عقلا ماكو شارع، عاطفة ماكو شارع، أخلاقا ماكو شارع. يقول إلهي أنت تدري بحالي، أنت اكفني هذا الأمر. يعني شنو؟ يعني يحصل فد واحد اللي يريد يروح هناك، أنا أنطي الدواء يودي إلى أبوي إلى أمي، حتى أنا لا أنشغل خلال شهر أو شهرين أكثر أقل بهذا الأمر، أقدر أستمر في دراستي. فد مرة يصادف واحد من أبناء بلده بالشارع، يتسالم وياه، يقول له ها انت هناش عجب، يقول انا ما اخذ تكيت طائرة اريد اطير، بعد ساعتين ما عندك شغل؟ يقول هذا دواء توصل ابوي الام. يقول على عيني انا بعد 4 ساعات 5 ساعات عندهم. اكفني ما يشغلني الاهتمام به، الاهتمام بإيصال الدواء إلى الأب أمر مهم، ومادة الاهتمام أكو هنا، أهمية أكو لهذا الأمر. ولكن هذا يشغلني عما أنا فيه. أحيانا الدعاء يخلي الإنسان يواجه هذا الشخص في نفس الوقت، أحيانا لا، هذا الشخص موجود ويريد يسافر بعد ساعتين أو ساعة، ولكن الإنسان يغفل، لحظة يغفل، يطب بهالزقاق أو في هذا الشرع ما يشوف هذا، يضطر هو يأخذ الدواء ويأخذ كالطائرة يروح ويجي، شهر زمان يروح منه، شهرين يروح منه. الإنسان في مسيرة حياته بالألوف والألوف، كل إنسان تصير له المسائل في حياته الاقتصادية أكو، في حياته العائلية أكو، في حياته الصحية أكو، في حياته النفسية أكو، في حياته الاجتماعية أكو، في حياته السياسية أكو، في مختلف المجالات الإنسان على طول مبتلى يعترضه طرق 4، طرق 3، طريقين، ما له شارع. وعلى الإصطلاح فقهي والأصولي عند العلماء تزاحم، من صار تزاحم بين أمرين كلاهما مهمان، ولكن أحدهما لا يقوم به غيري، التعلم الدراسة مثلا
أكو هناك من يدرس عني، واحد يدرس عني بالوكالة وأنا أصير عالم، واحد يتعلم يكفيني هذا العلم، ماكو هذا الشيء. ولكن هناك أمور يمكن أن شخصا آخر يكفي الإنسان. الإمام عليه السلام يقول: إلهي أنت اكفي، أنت تولى هذا الأمر. الله سبحانه وتعالى مسبب الأسباب، من أسماء الله سبحانه وتعالى يا مسبب الأسباب، كما في داعي الجوشن وفي الأدعية الأخرى أيضا موجود هذا التعبير. يسبب أسباب، يخلي الإنسان الأمور التي مو ضروري هو يقوم بها، المهم أن يتحقق هذا الأمر في الخارج، المهم هذا الدواء يصل إلى الأب أو يصل إلى الأم، هذا المهم، حيث ماكو واحد آخر، أنا الولد، أنا الابن، لازم أنا أقوم به. أما إذا حصل واحد آخر خلاص مو ضروري أنا أروح، أنا ما عندي شغل هناك، لا في الروحة لا في الرجعة لا في البقاء هناك. وكفني ما يشغلني الاهتمام به، بالألوف الإنسان عند هذه الابتلاءات. خو الله سبحانه وتعالى كفاني، هذا مو سؤال، مو سؤالين، مو ألف سؤال، مو عشرة آلاف سؤال، عينات هذا السؤال وعينات هذا الدعاء بالألوف والألوف في حياة كل شخص شخص. طبعا هذا مو معناه فقط الدعاء، القرآن يؤكد على الدعاء والسعي جميعا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. هذا في مجال الدعاء، مجال السعي هم نفس الشيء، يعني الإنسان عليه أن يسعى بأن الأمور التي مو ضروري أن يقوم هو بتلك الأمور يمشيها بواسطة شخص آخر، حتى هو يصرف أوقاته في الأمور التي لا يقوم بها غيره. خو هسه الله سبحانه وتعالى كفاكم أو كفاني في مورد أو عشرة موارد أو ألف مورد، ما يشغلني الاهتمام به بعد، واستعملني. هسه صار عندي فراغ، شهر حصلت زمان وقت، واحد حصل يودي الدواء، شهر أضيف في تاريخي، هذا الشهر لا أطلع من عمل ملازم إلى عمل ملازم آخر. واستعملني بما تسألني غدا عن، إذا هذا الوقت وين يصرف؟ هناك أوليات وأولويات، هناك واجبات عينية أصلية، هناك واجبات كفائية عينية ثانوية. إلهي خليني عمري، استعملني وقتي يصرف في الأمور التي غدا أنت تسألني عنها. الإنسان الأكل كان حار وبارد، أنتو الحمد لله أهل العلم، أهل الفاضل، أهل المنبر، أهل التفسير، أهل القرآن، أهل الرواية، أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أكو هناك يوم القيامة يسألون الإنسان ليش
الأكل بارد أكلته، كان حميته شوي يصير ألال يصير أطيع. أنا ما شايف هذا الأكل مو كلش لذيذ، كان ملح قليل، كان فلفل زايد، كان مدري شنو قليل، كان ما مستوي كلش زين، مستوي زايد. أكو هذا مما يسأل الإنسان عنه؟ ليش ما أكلت الألذ؟ ليش ما أكلت الأطيب؟ ليش ما أكلت الأغلى؟ ليش ما أكلت الأحسن؟ ليش ما لبست الأغلى؟ أنا ما شايف في الأدلة الشرعية هذا السؤال. شنو الله يسأل الإنسان عنه؟ إلهي خليني أتوفق، يعني امنحني التوفيق حتى أصرف وقتي فيما تسألني غدا. غدا يعني من ابتداء الموت، هذا صار غدا، إلى انتهاء اللي هم فيها خالدون، هذا كل غدا. ما تسألني عنه خليني أتوفق أصرف عمري في ذلك. أكو حديث عن الإمام الرضا صلوات الله عليه في البحار، موجود هذا الحديث، إذا تستغربوا راجعوا في البحار في المجلد 71، طبعا الصفحة أنا ما كاتبها، في أواخر هذا المجلد صفحة 300 وكذا، عن الإمام الرضا صلوات الله عليه: لو وجدت شابا من شبان الشيعة لا يتفقه، تفقه في اصطلاح أهل البيت أعم أوسع أشمل من الفقه في اصطلاحنا نحن في الاصطلاح المعاصر. الفقه في الاصطلاح المعاصر يعني العلم بالأحكام الفرعية، الأحكام العملية. التفقه في اصطلاح الروايات يعني العلم، التفقه في اصطلاح الروايات يعني تعلم الإسلام اللي جزء منه الأحكام العملية. لو وجدت شابا من شبان الشيعة لا يتفقه لضربته. فالأئمة عليهم الصلاة والسلام ما عهد أن ضربوا أحدا، وعمليا الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه لم يعهد عنه مثل ذلك. أما هذا كناية، مو فعلية الضرب، هذا كناية عن أهمية هذا الأمر. هذا أهم ما يسأل الله عن يوم القيامة، من أهم الأمور التفقه بالنسبة إلى تاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله، الإنسان اللي ما يعلم شلون يتأثر شلون يقتدي، العلم بتاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالتاريخ الصحيح لرسول الله، تلاعب كثير صاير في تاريخ رسول الله، اللي الآن مو أنا بصدد بيان عينات هذه التلاعبات، وأنتم بحمد الله أهل المعرفة.
التاريخ الصحيح لرسول الله، سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم بسيرته والعمل بسيرته والدفاع عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اتهم به رسول الله. أخيرا أنا شفت في كتاب لأحد المستشرقين، شفت ترجمته، وكان في أحد البلاد الإسلامية هذه الترجمة مطبوعة، أنا حصلت على الطبعة السابعة أو الثامنة للترجمة. بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فد شيء ينقل اللي ولو أنه دينقل تاريخ، الأصح أن نقول هذا جعل تاريخ، مو نقل تاريخ، صنع تاريخ. تاريخ معناه فد شيء حدث المؤرخ ينقله يكتبه، أما فد ماكو المؤرخ يجي يقوله ينقله، هذا صنعه اختلقه. بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، نعوذ بالله، يقول كان فيه شذوذ أخلاقي. بالنسبة إلى أطهر بشر على اعتراف كل التواريخ، الأصدقاء والأعداء، المسلمون وغير المسلمين، من الذي يجب عليه أن يتصدى لرد هذه الاعتداءات؟ الرد الفكر في بلد إسلامي واحد وفي مدينة واحدة. ترجمة هذا الكتاب طبعت 7 أو 8 مرات، وأنا شفت الطبعة 7 أو 8. معرفة تاريخ رسول الله هذا من أهم ما نسأل عنه. القرآن يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة. واحد اللي ما يعلم شلون يتأسس رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف كانت معاملته مع زوجاته، كيف كانت معاملته مع أصحابه، كيف كانت معاملته مع المنافقين من أصحابه، كيف كانت معاملته في الحرب، كيف كانت معاملته مع الذين يتهمونه، كيف كانت معاملته مع الذين يعاملون معاملة حسنة مع رسول الله، كيف كانت معاملته مع الذين يسبون رسول الله، كيف كانت معاملته مع المشركين، مع اليهود والنصارى، كيف كانت معاملته في العبادة مع الله سبحانه وتعالى، كيف كانت معاملته مع أكله وشربه. وحد يعلم، مع الأسف قليل يعلم، قليل ينقل، قليل يقرأ، وموجود هالمقدار الموجود من تاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعل الموجود عندنا، إذا تجمعون كل ما في البحار، بحار الأنوار، من تاريخ رسول الله صلى الله عليه وآله، وكل ما في الوسائل والمستدرك، وسائل الشيعة ومستدرك الوسائل، من أحاديث تنقل سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكل ما توجد في كتب التاريخ عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، لعله لا يكون 1% من مجموع سيرته. أما هل 1% هذا الموجود سيتعلمه ثم يصمم على الاقتداء به، على العمل به؟ القرآن الكريم في موارد، في مورد استثنائي بالنسبة إلى الزوجة، يقول واضربوهن، هذا صريح القرآن. هسه شنو المراد، شنو المورد، هذا في محل، مو في مجال تفسير القرآن. أنا الآن في مجال نقطة واحدة،
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج بنساء، بعضهن كانت بعد فاطمة الزهراء صلوات الله عليها من خيرة النساء كخديجة سلام الله، وبعضهن نساء متوسطات، وبعضهن من شر النساء اللي يصرح القرآن بذلك في آيات عديدة ومنها في سورة التحريم. مع ذلك أنتوا ابحثوا في التاريخ رسول الله صلى الله عليه وآله حتى لمرة واحدة هل ضرب واحدة من نسائه؟ هذا عنده شذوذ أخلاقي والعياذ بالله. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم، مالت تموي النبي صريح القرآن، قلبكما مائل عن رسول الله. وإن تظاهرا عليه، يعني وحدة شد ظهرها بالثانية وتصيرون ضد النبي، فإن الله هو مولاه، إلى آخر الآية الكريمة. يعني زوجة هكذا كانت لرسول الله، وزوجة تلك كانت، وزوجات أخرى كانت. أم أيمن من خيرة زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الصادق عليه السلام في حديث له يقول لبعض أصحابه: أم أيمن التي شهد لها رسول الله بالجنة. امرأة خيرة شهد لها رسول الله بالجنة. الإمام الصادق لبعض أصحابه يقول: ما كانت تعرف كل ما تعرفون، يعني في المجال العلمي ما كان علمها كثير، امرأة خيرة بس هواي متفقة. هالشكل كانت. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله كيف كان حديث أكو في البحار، ولعل أنتم أعرف بموقعه، الآن أنا مو ببالي وين بس موجود في البحار. هذا بحث أخلاق، من أهم مباحث الأخلاق قصص رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسوة الأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. امرأة جاءت إلى رسول الله، مضمون الحديث صلى الله عليه وآله، قالت: ابني هذا يأكل تمر وتمر مو زين عليه. النبي قال له: روحي باكر تعالي. باكر إجا رسول الله نهاه عن أكل التمر، مو زين عليك لا تأكل. قالوا: يا رسول الله ليش هاي الكلمة أمس ما قلتها؟ قال: أنا كنت ما أكل تمر وأقول لهذا لا تأكل؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة إلى هذا الحد. نعم إلى هذا الحد، مع أنه رسول الله عندما أكل التمر قطعا أكل التمر بمصلحته، وهذا الشاب مو بمصلحة أكل التمر. مع ذلك هذه حقائق. فد كتاب أكو أنا قبل أكثر من 20 سنة شايفة، المئة الأوائل، هذا فد مسيحي كاتبه، وخلط الغث والسمين على حسب تصوره منظاره، جمع 100 من شخصيات التاريخ من الحاضر والماضي، هذول اعتبرهم هؤلاء 100 أعظم شخصيات العالم، وأرخ لهم كل واحد 2-3 صفحات، فد كتاب من 400-500 صفحة، وفي المقدمة كتب: أنا الرقم الأول اللي خليته يعني بنظري هذا أهم من كل 99 اللي وراه،
الرقم الثاني اللي خليته يعني هذا أهم في نظري من كل 98 اللي وراه. الثالث اللي خليته هالشكل، اللي خليته رقم 10 يعني هذا أهم من 90 اللي وراه. جعل اسم رسول الله صلى الله عليه وآله في الأعداد الأولى، وجعل اسم السيد المسيح بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول في المقدمة على المسيحي، يقول وجه إلي نقد، قالوا ما دام أنت مرتب الأفراد ومخلي الأرقام على حسب الأهمية وأنت مسيحي لا تعتقد بنبوة رسول الإسلام ولا تعتقد برسول الإسلام أصلا، إيش معنى مخلي قبل السيد المسيح وأنت تعتقد بالسيد المسيح؟ يقول في الجواب، أكو في الحديث الشريف الحكمة ضالة المؤمن يأخذها حيث يجدها، كلام جميل عند جواب جميل. يقول أنا رتبت الأرقام مو على حسب اعتقادي بالأشخاص وإنما على حسب اقتناعي بأهمية الأشخاص، وأنا في الوقت الذي لا أعتقد، هو يقول المسيحي في الوقت الذي لا يعتقد بنبوة رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن يقول أعتقد بأنه أهم من السيد المسيح لسببين، من منظاره هو يقول، يقول لسببين. السبب الأول أن رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وفق لتطبيق دينه في حياته، والسيد المسيح لم يوفق على حسب اعتقادهم، يقولوا قتلوه وإن كان والقرآن الكريم يصرح بأنه هو ما قتلوه. يقول أولا هذه فد نقطة أهمية، رسول الإسلام طبق ما جاء به، طبق دينه في حياته، والسيد المسيح ما وفق لذلك، في حياته ما طبق. يقول السبب الثاني أن رسول الإسلام نفخ في المسلمين في أتباعه روحا عبر القرون المتعاقبة، كلما ضعف هذا الإسلام بالنتيجة ينبري هناك أناس من المسلمين الذين وصلهم روح النبي صلى الله عليه وآله، تلك الروح العظيمة العميقة، يقومون بتجديد الإسلام. هذا الشيء اللي في أحاديثنا موجود، أنه على رأس كل 100 سنة، طبعا ما يشير إلى هذا الحديث، وكلمة كل 100 سنة ما يجيبه. يقول هذه الروح التي نفخها رسول الإسلام على حد تعبيره في المسلمين في أتباعه، السيد المسيح ما نفخ مثل هذه الروح في أتباعه. هسه هذه الروح ينبغي أن تكون فينا نحن، تأسي معنى هذا. الإنسان لا يتصرف في كل ما حوله من تصرف، لا يتصرف كما يريد وكما نشأ وكما تريد بيئته وكما تريد شهواته وكما تريد نفسيته من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. لا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة، هذا الاقتداء، هذا الأسوة.
يتعلم ويسير ويطبق. المقياس هذا. أكو في الأحاديث في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله هناك أصحاب لرسول الله جعلوا يتركون زواجاتهم يقبلون على الصلاة والصوم تقشف كذا ويصومون. النبي صلى الله عليه وآله أحاديث متعددة أكو لابد شايف فيها. طلبهم وقال لهم أنا أصوم وأفطر طول السنة ما أصوم، بعض الأيام أصوم بعض الأيام ما أصوم، مو شهر رمضان، في غير شهر رمضان بقية السنة. هذول كانوا كل السنة يصوم، وبعض الليالي أنام قسم من الليل أنام، بعض الليالي ما أنام. إيش كله سووا؟ أنا هشك الإنسان اللي من أول الليل إلى الصبح دائما ما نام، هذا بالنهار يلحق على الدرس، يلحق على التدريس، يلحق على الأمور الاجتماعية، ما يلحق، بالنهار ينام تعبان نقضان ينام. المقياس رسول الله في مناسبة ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعلم سيرة رسول الله، ونحن أولى من غيرنا بهذا الأمر، وتطبيق سيرة رسول الله شيئا فشيئا شوية شوية. في التاريخ ولا يزال، وحتى في الكتب المعاصرة اللي تكتب في هذه السنين في هذه الأيام، تعريف أكو بأفراد منحون عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سفيان الثوري، عباد البصري، عباد البصري فلان فلان. أكو حديث عن الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث يرويه مختلف طوائف المسلمين، لعل بعضكم شايف الحديث. حديث مفصل إجماله يذكر 12 ممن طفحت كتب التاريخ. هذا تاريخ الطبري شوفوا، تاريخ ابن الأثير شوفوا، ابن خلدون شوفوا، التواريخ الأخرى شوفوا، العقد الفريد شوفوا، بالمئات والمئات والمئات من القصص عن هؤلاء 12. 12 من المعروفين بأنهم من العباد، ولكن لا على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجرد عباد. هذا جزء من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مو كل سيرة رسول الله. أصوم وأفطر، هذا سيرة رسول الله. أسهر وأنام، هذه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 12 يذكرهم في الأحاديث. هذول اجوا في أيام الإمام زين العابدين صلوات الله عليه، اجوا إلى مكة حجاج، وصلوا مكة وجدب وقحط وانقطاع أمطار فترات طويلة، ما عندهم ماي، حجاج ما عندهم عطاشة. من شافوا هذول العباد اللي كان صيتهم في زمانهم يطير في كل مكان، أهل مكة مو فقط الحجاج، أهل مكة اجوا قالوا لهم دخيل تعالوا ادعوا الله يجيب لنا مطر، احنا عطاشة وانتم مجموعة عباد، كل واحد منكم يرفع يديه الى السماء ينزل المطر. هذول اجوا وتوضوا، و12 اسم بالحديث اكو، اجوا حول الكعبة، طافوا بالكعبة، توضوا، صلوا، رفعوا أيديهم إلى السماء،
24 يد لاثني عشر عباد رفعت إلى السماء. تضرع دعاء بكاء لا غيم لا مطر لا شيء ماكو، لأن هذه مو سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله كان يقضي حوائج الناس. رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا بقي عنده درهمان من أموال المسلمين بالليل يحاول يمشي ليبقي إلى غد. هذه سيرة رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تأتيه الملايين ويموت وهو مديون لأصوع من شعير. هذه سيرة رسول الله، هذه المجموعة سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله صلى الله عليه وآله كان في مأكله، في ملبسه، في بيته، في كلامه مع أبسط الناس، مع أخف الناس، يستمع إلى الضعيف، يصغي إلى الطفل، يصغي إلى الصغير، يصغي إلى العدو. مو فقط عابد وخلاص بس يصلي، هذا شغله شنو؟ عابد. العبادة قمة الأمور، ولكن في إطار سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوا دعوا ماكو. أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام منار، منار في الروايات لكم. النار التي توضع على جبل على مرتفع، هذا منار حتى من الأطراف من البعيد يشوفون. مسؤولية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام من قبل الله سبحانه وتعالى أن يعرفوا أنفسهم ويعرفوا الآخرين أحيانا. فتقدم الإمام زين العابدين صلوات الله عليه وهو موجود في المسجد الحرام، تقدم إلى هؤلاء الاثني عشر وذكرهم بأسمائهم كما في الحديث واحدا واحدا، يا فلان ويا فلان ويا فلان ويا فلان، أسماء 12 شخص. ثم قال لهم: أما كان فيكم واحد يحبه الرحمن؟ يقولون: يا الله ما يجيبكم 12 أنتم، إحنا لازم ننتبه، نحن نعرف أهل البيت ونعرف أهل البيت ونعمل بسيرته. أما كان فيكم واحد يحبه الرحمن؟ 12 مو 11 مو 10 مو 9، خلي واحد. ما كان فيكم هذول هم أجابوا بالحكي مو قاصرين، ولكن في الواقع مقصرون. قالوا للإمام زين العابدين: علينا الدعاء وعليه الإجابة. إجابة خمو شغلنا، مطر خمو شغلنا، مطر يجي، مطر شغل الله، إحنا شغلنا نقول: إلهي أغثنا، نتضرع إليه، ندعوه، نريد ماء، نحتاج ماء، نحتاج مطر، نستسقي ربنا.
بس هو تكليفه بعد يسقي الله. هذا جواب لهذا الكلام. الإمام ما قال لهم أنتوا تكليفكم مطر يجي حتى يقولون احنا مو تكليفنا. الإمام قال لهم تكليف الله، كلف نفسه بأن يمطر من يسمع لله، الله يسمع له. فتقدم الإمام زين العابدين صلوات الله عليه ودعا بكلمات وحمل المطر. سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مو فقط العبادة، العبادة جزء لا تتجزأ من سيرة رسول الله بلا شك، العبادة الركن، ولكن مو كل السيرة العبادة. العبادة الإطعام الركن، مو كل السيرة الإطعام. العلم الركن، مو كل السيرة العلم. العمل الركن، مو كل السيرة العمل. لقد كان لكم في رسول الله، هذا الشخص بعلمه بعمله بقوله بعفوه بكلامه بعطائه بأخذه بمعاشرته، تعلم سيرة رسول الله واستعملني. الإمام زين العابدين سلام الله عليه يسأل الله بما تسألني غدا عنه. الله تعالى يسألنا ما كانت سيرة رسول الله، ما يسألنا، أكيد يسألنا، لأن هو يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا أنا ما أعرف سيرة رسول الله، طبعا بالمقدار المرتبط به كل شخص، إذا ما أتعلم شلون أعمل؟ أعلم سيرة رسول الله؟ هذه فد مناسبة جيدة، مناسبة ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله. الإنسان بحمد الله أنتم موفقون، أما مجال هذا الأمر أكثر، يعني له مجال أكثر. يتعلم سيرة رسول الله الإنسان ويطبق سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي نفس الوقت يدافع عن رسول الله. وما أكثر هذا الأمر في هذه الأيام، وما أكثر المغفلين في هذه الأيام. المرحوم السيد البروجردي رحمه الله، لعل العديد من الأشخاص سامعين هذه القصة، وأنا سامع من العديد من الأشخاص، ولعل جناب الشيخ أحسن مني يعرف هذه القصة. مرحوم السيد البروجردي، السيد حسين البروجردي رضوان الله عليه، المرجع العام للشيعة اللي توفي قبل 41 عاما سنة 1380 هجرية قمرية، عرضت صورة عن وضوء السيد البروجردي في تلفزيون ألمانيا قبل 40 سنة، أكثر من 40 سنة. في وقته نقل أن هناك عدد من شباب المسيحيين اللي شافوا هذا السيما، هذا المحيا وهذا الوضوء، أسلموا لهذه السيرة اللي بضع دقائق كانت. إذا السيد البروجردي وهو واحد من أحفاد رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلى خطى رسول الله صلى الله عليه وآله، هكذا يكون رسول الله. إذا تعرض سيرته للعالم، المئات من الملايين في العالم الذين لا يعرفون رسول الله وربما يعاندون رسول الله نتيجة غسيل المخ اللي صاير عندهم، لعل المئات من الملايين منهم يسلمون يؤمنون.
وجدا لا يعرفون رسول الله، من يعرف رسول الله؟ هذه مسؤوليتنا نحن. أحد الأصدقاء موجود الآن في بلد آخر، كان ينقل قصة مالت هاي السنة، يعني ما مرت سنة على القصة، يقول في الإنترنت وجه فد نقد لاذع من شخص وذكر اسمه ومكانه إلى نقط بند من بنود الإسلام، وبسب كان مصحوب بسب النقد. ينقل أن هذا الشخص راح حصل جمع بعض المصادر لهذا الكلام اللي أنكره الناقد، وجه له بالإنترنت جواب. يقول ثاني يوم في نفس ذلك الرجل بنفس الاسم اعتذر، قال أنا ما كنت أدري وأنا كنت مغفل في هذا المجال. من المسؤول عن هؤلاء المغفلون عن المغفلين وهم بالملايين؟ نحن المسؤولون بمقدار ما أوتينا من طاقة من قوة من فهم من إمكانات. سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السيرة الصحيحة تعكس على العالم، تغير العالم، قطعا تغير العالم، وما أسرع ما تغير العالم في هذا الزمن. نفس تلك الروح التي ذكرها ذلك المسيحي في كتابه، قال نفخ رسول الإسلام روحا في أتباعه، نستفيد من هذه الروح، واستعملني بما تسألني غدا عن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للمزيد من ذلك، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. كسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكارم للعارفين، ضياء يشع بنور الهدى لزين العبادة والعابدين. علي إمام الورى سيد، به يعرف الزهد في الزاهدين. علي إمام الورى سيد، به يعرف الزهد في الزاهدين. فألبس وجه الصلاح الحلى لتغدو به حلية الصالحين. كسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكان.